لا تزال القوات العراقية تواصل تقدمها في الساحل الغربي لمدينة الموصل خطوة بعد خطوة، وقد ركزت جهودها هذا الأربعاء على تطهير المناطق التي تم استعادتها من قبضة تنظيم داعش وسط الموصل. يأتي هذا في الوقت الذي سيطر فيه الجيش العراقي ومقاتلين من الحشد الشعبية على الطريق الذي يؤدي غربا من مدينة الموصل إلى تل عفر، وذلك وسط معلومات عن فرار زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي من الموصل، حيث أفاد مسؤولون عراقيون وأمريكيون أن البغدادي قد فر من الموصل تاركا ما تبقى من المناطق القليلة الخاضعة لسيطرة التنظيم في غرب المدينة بيد عدد من قياديها الميدانيين. من جهة أخرى، لا يزال مئات المدنيين عالقين داخل المدينة، والتي ارتفع عدد النازحين منها حسب تقديرات وزارة الهجرة العراقية إلى 300 ألف شخص منذ بدء عملية تحرير الموصل في أكتوبر تشرين الأول الماضي.